الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عبودية عظيمة من عبوديات القلب لله عز وجل، وهي عبودية المحبة، عبودية المحبة. والمراد بالمحبة محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والانكسار، فهذه خاصة بالله ليست إلا له سبحانه وتعالى، لأن المحبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة مختصة. والكلام هنا على المحبة المختصة التي هي محبة العبودية، هذه لا تكون إلا لله ولا تجعل إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه وحده هو الذي يحب حب ذل وخضوع وانكسار وانقياد، هذا خاص بالله جل وعلا. فمن جعل مع الله شريكا في هذه المحبة، محبة العبودية، يسويه بالله، فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. وفي هذا قول الله عز وجل عن أهل النار: يقولون يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. لأن هذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله عز وجل بالله، فمن سوى غير الله بالله في المحبة أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. والمحبة الطبيعية هي محبة الإنسان لما جبل على المحبة له، مثل محبته لأهله وولده وبيته ودابته وتجارته وأشياء من هذا القبيل. سيأتي معنا في الآية ذكر أهم المحاب التي جبل الناس على حبها، وهي ثمان محاب، ستأتي معنا في الآية الكريمة من سورة براءة. وقول الله جل وعلا: ومن الناس، المقصود بهم الكفار المشركين، المقصود بهم هنا قوله: ومن الناس، أي الكفار المشركين الذين اتخذوا مع الله الأنداد والشركاء يحبونهم كحب الله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو النظير والمثيل، اتخذوا من دون الله أنداد، أي أندادا، أي اتخذوا مع الله شركاء، اتخذوا مع الله شركاء يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، أي يسوون محبة هذه الأنداد المتخذة بمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات أنهم يحبون الله، لكن محبتهم لله سبحانه وتعالى ليست خالصة، بل جعل مع الله فيها شريك،
والشرك من شأنه أنه يبطل العمل كله ويحبطه أجمع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل مبطل له إبطالا كاملا. وهؤلاء سووا غير الله بالمحبة، يحبونهم كحب الله، يحبون الله ويحبون الأنداد مثل محبتهم لله، مثل محبتهم لله، أي محبة مماثلة لمحبتهم لله. أثرت فيهم ماذا؟ عبودية لتلك الأوثان التي أحبوها كحب الله، أورثت فيهم عبودية لها، فصاروا يصرفون لها من العبادة ما لا يليق إلا بالله، ما لا يستحق إلا الله، كما أنهم صرفوا لها من المحبة ما لا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى، الذي هو محبة العبودية والذل والخضوع. هذه الترجمة مثل ما تقدم هي في المحبة الخاصة، المحبة التي هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى، هذه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الترجمة تبيانا أن هذه التسوية في المحبة لغير الله بالله من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد، المنافي له من أصله، لأن من يقع في ذلك يقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. ومحبة الله عز وجل التي محبة العبودية والذل هي روح الدين، هي روح الدين. كل ما قويت في العبد هذه المحبة لله عز وجل، قويت الطواعية والامتثال والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، كما في الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن علامة صدق المحبة في القلب حسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسلوك لمنهج القويم. ومن علاماتها بعد الإنسان عما يسخط الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا ما يمكن، يعني هذا من ضعف المحبة ونقصها. فالمحبة هذه التي في القلب أثرها قوي جدا على العبد، ولهذا تعد المحبة من أعظم محركات القلوب للتعبد، من أعظم محركات القلوب. ومحركات القلوب كما بين أهل العلم ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، وكلها ستأتي عند المصنف رحمه الله. هذه محركات للقلوب، المحبة والرجاء والخوف. أعظم ما يكون في هذا الباب المحبة، لأنها روح الدين ولبه. وكل ما قويت هذه المحبة في قلب المتعبد قويت عبادته، قويت عبادته وعظم إقباله على ربه سبحانه وتعالى. فإذا جاء المبطل وسوى بالله غيره في هذه المحبة انشطرت العبادة عنده، لم تكن لله وحده، بل سيكون للشركاء والأنداد نصيب منها، نصيب منها. وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله سبحانه وتعالى جميع المرسلين في التحذير منه وإبطاله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم ماذا بخارجين من النار. من هم هؤلاء الذين سووا غير الله بالمحبة؟ ومن هو هذا الذي يقال عنه ما هو بخارج من النار؟ الكافر الكفر الأكبر، المشرك الشرك الأكبر، الذي لا تقبل لا مطمع لصاحبه في مغفرة الله. وما هم بخارجين من النار أي باقين فيها مخلدين فيها أبد الأبد، مثل ما قال الله في الآية الأخرى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. مقصود بالظالمين المشركين، مقصود بالظالمين أي المشركين. فهؤلاء الذين سووا غير الله بالمحبة يوم القيامة مصيرهم إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد. وفي النار يقولون على وجه الندامة والتحسر الذي لا ينفع ولا يجدي، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. يسجلون على أنفسهم ماذا؟ الضلال، أنهم كانوا في ضلال، ويحددون نوع الضلال الذي كانوا فيه وهو التسوية، تسوية غير الله بالله. وهذه الآية تبين هذا المعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه التسوية، هذه التسوية التي هي الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، أولا قوله يحبونهم كحب الله، فقيل المعنى يحبونهم كما يحبون الله، وهذا الأقرب في المعنى، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. وقيل غير هذا المعنى، لكن هذا أظهر ما يكون في المعنى. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله أي أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المؤمنون حبهم لله خالص صافي نقي لم يجعل مع الله غيره، وحب المشرك لله حب ماذا؟ حب التصق به الشرك والتسوية لغير الله سبحانه وتعالى، فأصبح هذا الحب وجوده كعدم باطلا لا ينفع مهما كان قويا، مهما كان قويا لا ينفع صاحبه ما دام سوى غير الله فيه، فإنه يبطل كاملا ويبطل معه جميع العمل. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثمانية محاب، جبل الناس جميعا على محبتها. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها، هذه ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمان. هذه الثمان جبل جميع الخلق على حبها، وهذا يسمى حب طبيعي، حب طبيعي ولا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه، لا يلام على حبه لهذه الأشياء. وأيضا حب هذه الأشياء متنوع، يعني فيه ما منها نوع حب شفقة ورحمة، الذي هو حب الوالد لولده، وحب حاجة وشهوة مثل حب الطعام والشراب وأشياء من هذا القبيل.
الحاصل أن هذه محبة طبيعية، ولا شيء على الإنسان في حبه لهذه الأشياء أو غيرها من المباحات، لا شيء عليه في ذلك. لكن الخطورة في ماذا؟ تقديم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني شيء من السلع اشتريتموه تعلقت نفوسكم به تتمنون أن تربحوا فيه ربحا ولا تخسروا فيه تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم، هنا مكمل الخطورة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا عقوبة الله، تربصوا أي انتظروا عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية فيها أن المحبة الطبيعية لا تؤثر في التوحيد ماذا؟ شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب النساء، هذا لا يؤثر على المحبة التي محبة العبودية، لأن هذه محبة طبيعية لا علاقة لها بماذا؟ بالتعبد، لا علاقة لها بالتعبد، هذه محبة طبيعية جبل الناس عليها. لكن من قدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله ومحبة رسوله فقد وقع في موجب سخط الله وعقوبته، ولهذا قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ومعنى تربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله يقول فيه، يعني هذا النص، الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، الثمانية أو بعضها أحب إليه من دينه، هذا خطر على الإنسان غاية الخطورة. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الناس أجمعين، الوالد والولد والناس أجمعين، وجوب تقديم محبته. والآية المتقدمة دلت على المعنى نفسه، على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على الآباء والأبناء والعشيرة إلى آخره، دلت الآية على وجوب ذلك، وذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من الحق العظيم على الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنقذ الأمة به من الظلمات وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فأنقذ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من ظلمات الشرك، من باطل الجاهلية، من الكفر واتخاذ الأنداد وغير ذلك من الباطل، أنقذهم من هذا الباطل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان حقه على الأمة حقا عظيما، مقدما على حق النفس وحق الوالد والولد والناس أجمعين. قد قال الله تعالى في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يدخل تحت أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن محبته مقدمة على محبة النفس، وطاعته مقدمة على طاعة النفس، وحرصه عليك أيها العبد أعظم من حرصك على نفسك، لأن أولى بنفسك منك، أحرص على نفسك منك. قد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو أحرص منك على نفسك وأنصح لنفسك منك، وإن أطعته وانقدت لأمره سعدت سعادة الدنيا والآخرة، وإن عصيته ولم تطع أمره صلى الله عليه وسلم وأطعت نفسك وقدمت طاعة نفسك على طاعته هلكت في الدنيا والآخرة. هو أنصح لك من نفسك وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان حق واجب على الأمة أن يقدموا محبته على محبة الوالد والولد كما في هذا الحديث، والناس أجمعين قال لا يؤمن أحدكم. القاعدة أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، هذه قاعدة، لا ينفى الإيمان في المستحبات أو المكروهات، ما ينفى الإيمان، لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فأفاد هذا الحديث أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين أمر ماذا؟ واجب متحتم على كل مسلم، ومن لم يفعل ذلك نفي عنه الإيمان الواجب الذي يعرض فاعله لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، بل أيضا محبة مقدمة على محبة المرء لنفسه. وفي صحيح البخاري عن عمر قال رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر تحول فوري، قال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي يتحقق الإيمان ويكمل الإيمان الواجب، هذا واجب هذا. ومثل ما عرفنا القاعدة أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وهذا الحديث يدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة ماذا تكون؟ نعم، عمل من أعمال القلوب، محبة عمل من أعمال القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فإذا المحبة التي هي عمل من أعمال القلوب من الإيمان، فهذا يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سواء أعمال القلب كما في هذا الحديث أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. نعم. قال رحمه الله ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أي خصال، ثلاث أي ثلاث خصال عظيمة من خصال الدين العالية الرفيعة، من كنا فيه، كنا فيه أي اجتمعنا فيه، من كنا فيه أي اجتمعنا فيه هذه الخصال، وجد بهن أي باجتماعهن فيه ووجودهن فيه حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان.
وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة محسوسة، طعم يجده المؤمن، يا حلاوة أي طعم يجد المؤمن ويستلذ بهذه الحلاوة، ويجد فيها طعما أعلى من طعم المطعوم الحلو، يجد فيها طعما أعلى وأرفع من طعم المطعوم الحلو، يجدها في يجد هذه الحلاوة إذا اجتمعت في هذه الثلاث. ولما قال ذلك عليه الصلاة والسلام مقدما بهذه المقدمة، هو عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه للأمة يستحثهم على ماذا؟ على العناية بهذه الخصال الثلاث التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة، في القرآن شبه الله عز وجل الإيمان بماذا؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، أكلها هذا هو الحلو، تؤتي أكلها، تؤتي حلاوة وطعما ومذاقا عظيما جميلا. فالمؤمن إذا اجتمعت فيه هذه الخصال وجد بها حلاوة الإيمان، وجد طعم الإيمان. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالإيمان له مذاق جميل وله طعم حلو، إنما يجده من أكرمه الله عز وجل باجتماع هذه الخصال الثلاثة. الأولى قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أما محبة الله فهذه محبة مختصة كما تقدم، لا يشاركها فيها أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهما، هذه محبة خاصة. ما اسمها؟ نعم، محبة العبودية، اسمها محبة العبودية، هذه خاصة بالله، محبة العبودية، وهي التي تثمر ماذا؟ خضوعا ذلا انكسارا ونحو ذلك من العبوديات، التي كل ما قويت المحبة أثمرت هذه العبودية. فهذه محبة عبودية، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، تبع لمحبة الله في الدعاء، اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. حب من يحبك، لما تدعو بهذا الدعاء حب من يحبك، من يدخل في الدرجة الأولى؟ أول من يدخل لما تقول أسألك حبك وحب من يحبك، أول من يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه، أول من يدخل قدم فيها على. فمحبة محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا معصيته معصية الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قد ضل ضلالا مبينا. فالحاصل أن محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه من محبة الله سبحانه وتعالى. الأولى قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، والثانية أن يحب المرء لا يحب إلا لله. وهذا في حديث آخر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أوثق عرى الإيمان، قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. فقال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
لا يحبه إلا لله. هذا فيها رابطة الإيمان، رابطة الإيمان تؤلف بين القلوب وتوجد بينها التحاب والتواد والتراحم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. كلما قوي الإيمان قويت هذه المحبة، كلما ضعف الإيمان ضعفت هذه المحبة. إذا ضعفت المحبة بين أهل الإيمان فهذا من ضعف إيمانهم، لأن إيمانهم إذا قوي تقوى هذه المحبة تلقائيا، لأنه بالإيمان ألف بين هذه القلوب، بالإيمان ألف بين هذه القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بهذا الإيمان وهذه الطاعة لله والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. الحب في الله ذكر له السلف علامة عجيبة جدا، لهذا الحب. قالوا في وصفه: لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر، لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. الشخص الذي تحبه في الله محبة صادقة لله، لطاعته، لعبادته، لإيمانه، لعلمه، لفضله، لما تعلمه من خصال خير، لو أخطأ عليك مرة ما تتغير المحبة. لو أخطأ، هو ليس هذا شأنه، ليس معصوما من الخطأ، وقد يخطئ في حقك عن غير قصد، وهذه مسألة مهمة كثير من الناس يخل بها. الذي تحبه في الله إن حصل منه جفاء خطأ، كثير من الناس مجرد ما يحصل الجفاء يهدم كل شيء ويتحول البغض، الحب إلى ماذا؟ إلى بغض. فعلامة هذه المحبة وصدقها أن ما تتغير بالجفاء، ما تتغير بالجفاء. وأيضا من تحبه في الله لا تظن أنه سيبقى معصوما، لا يقع منه خطأ لا معك ولا مع غيرك. فإذا وقع الجفاء ما يؤثر على هذه المحبة، ما يؤثر على هذه المحبة، بل هي قائمة على شيء آخر، ليست قائمة على تعامل ومصالح لا، لله عز وجل، من أجل الله سبحانه وتعالى. فلا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر، يعني إذا كان يكرمك ويحسن إليك ويهديك ويعطيك ما يزيد في البر، نفس الحب في الله. نعم المعروف يبقى له أثره ويبقى له وقعه في النفس إلى آخره، لكن الحب في الله هو مبني على شيء معين، وهو طاعة هذا المحب في الله عز وجل، طاعة هذا المحب لله عز وجل، فلهذا أحبه من أجل طاعته لله سبحانه وتعالى. قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وأيضا جاءت السنة من أجل تنمية هذه المحبة وتقويتها، جاء أن يشرع لها أن يخبر، أن يخبر من يحبه في الله، يخبره بذلك. وهذا أيضا له أثره العظيم على دوام هذه المحبة وبقائها وتحقق آثارها بين المتحابين في الله عز وجل. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار بعد منة الله عليه بالإيمان وذوق لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وهناءة الإيمان والسعادة بالإيمان، يكره أن يعود في الكفر، مثل ما يكره الإنسان أن يلقى في النار.
ومن المعلوم أن كره الإنسان لأن يلقى في النار هو من أشد الكره وأقوى. والمقصود أنه يعني من حلاوة الإيمان وطعم الإيمان الذي ذاقه أصبح يكره الكفر غاية الكره، فلا يخطر في باله أن يعود إليه. هذا خلاف من اقرأ الآية في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. المؤمن الذي يعني استقر الإيمان في قلبه وذاق طعم الإيمان وحلاوته في كراهية الكفر والباطل هو بهذه القوة، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. لو تأملت الآن في هذه المذكورات في الحديث الثلاث المذكورات التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان، فيها أولا المرتبة الأولى تكميل المحبة، هذه الأولى أن يحب الله ورسوله، هذا تكميل المحبة. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا تفريع، هذا تفريع، هذا فرع، تفريع فرع عنها، متفرع عنها. والثالث أن يكره دفع ما يضادها، دفع ما يضادها. فالثلاث: تكميل للمحبة وتفريع عنها ودفع لما يضادها، ودفع لما يضادها. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. نعم، في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، يعني كما جاء في الحديث المتقدم. وهذه الرواية هي بمعنى قوله: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهنا يقول: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، فلا توجد الحلاوة إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله أو ولاية الله، ولاية الله أو ولاية الله بالفتح وتكسر، والمراد بها المحبة والنصرة. ولاية الله أي محبته ونصرته، توليه لعبده، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، قوله: وهو يتولى الصالحين، تولاهم حبا وحفظا ونصرا وعونا وتوفيقا وتسديدا. قال: من أحب في الله وأبغض في الله، يعني حبه وبغضه في الله، هذا مثل ما تقدم ماذا؟ فرع عن محبة الله وثمرة من ثمارها. إذا كانت محبة الله عمرت القلب وملأته، يصبح القلب في حبه وبغضه ماضي على هذه المحبة، يحب في الله ويبغض في الله، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. هذا معنى الحب في الله والبغض في الله، وهي أوثق ذرة الإيمان كما في الحديث الذي
مضت الإشارة إليه. قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. والى في الله أي أولياء الله، وعادى في الله أي أعداء الله، وعادى في الله أي أعداء الله. وهذا كما تقدم كله فرع عن قوة المحبة، محبة القلب لله، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وكلما ضعفت محبة الله في قلبه ضعفت هذه الأعمال المنبنية عليها. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله أي تولي الله لعبده توفيقا ونصرا وتأييدا، لا تنال إلا بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يكون بهذه الصفة، يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. في حديث آخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. قال: ولن يجد طعم عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا الآن يتحدث عن أي زمان؟ عن أي زمان؟ يقول عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا كله إنما يقع في الناس عندما يضعف إيمانهم ويضعف دينهم. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفعهم شيئا، لأن المصالح الدنيوية لن يقع لك منها إلا ما كتبه الله لك، لن يقع منها إلا ما كتب الله لك وقدره وقضاه سبحانه وتعالى، سواء أعززت نفسك أو أذللتها، سواء أعززت نفسك أو أذللتها، لن تحصل إلا الذي، لأن عطاء الله عز وجل لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولهذا يعني المؤمن في هذا الباب مطلوب من أن يعتدل ويكون في طلبه لأسباب رزقه معتدلا، لا يذل نفسه ولا يهينها ولا يجعل الأمور في غير محلها، أمور الحب والبغض والولاء والعداء، بل مثل ما قال الله عن أقوام: إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني حبهم وبغضهم تبع عطاء الدنيا والعطاء الدنيوي ليس في الله. قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله والى في الله فقد فإنما تنال ولاية الله في ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الأسباب الوصل، أسباب الوصل التي كانت تربطهم في الدنيا، وصل كثيرة كانت تربطهم ويتلاقون بسبب هذه الوصل الدنيوية بمحبة بينهم من أجل تلك الوصل الدنيوية. ففي هذه الآية يخبر الله عن الكفار الذين قالوا: وما هم بخارجين من النار. قال: وتقطعت بهم الأسباب، كل الروابط القوية المتينة التي كانت بينهم في الدنيا كلها ماذا؟ تتقطع. تقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس: المودة. المودة، وليس هذا فقط، بل يتحول الحب الذي كان بينهم إلى أشد البغض، إلى أشد البغض. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يصبح تلاعن وتباغض
يعني مقت شديد. ليس هذا فقط، حتى إن الكافر في النار، الكافر في النار يمقت نفسه أشد المقت. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني في النار سيمقت نفسه أشد المقت، المقت وهذه نفسه التي يحبها في الدنيا ويعمل لها ويصنع إلى آخره، سيتحول هذا الحب لنفسه إلى أشد المقت وأشد البغض. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فتتحول هذه المحبة التي بينهم إلى أشد ما تكون من العداوة. أما المحبة المبنية على الإيمان فهي دائمة في الدنيا والآخرة، ما كان لله دام واتصل. ونسأل الله عز وجل بكل اسم الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله والمتحابين في جلاله، وأن يجمعنا على محبة الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة أيضا الحديث الذي هو أن يخبر من يحب، أنا أخبر جميع الحاضرين بمحبتي لهم في الله، أخبر جميع الحاضرين بمحبتي لهم في الله، ما اجتمعت هذه الوجوه في هذا المكان على هذا العلم إلا من خير عظيم. أسأل الله أن يديم هذا الخير والمحبة في قلوبنا، وأن يزيدنا توفيقا وثباتا على الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة تقدم قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه المحبة الخضوع والذل صرفوها أو جعلوا لله معه الشركاء فيها، يحبون الله لكنهم يحبون الأنداد مثل محبتهم لله. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية براءة. نعم، تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم، إلى تمام الآية، ففيها التهديد والوعيد لمن قدم شيئا من محبة هذه الأمور الثمانية على محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتربصوا أي انتظروا عقوبة الله. نعم. قال رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، للحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل وأيضا على ماذا؟ محبة النفس، كما في حديث عمر في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يدل على الخروج من الإيمان، لأن هذا ليس نفي للأصل، وإنما نفي للكمال الواجب، وإنما نفي للكمال الواجب، والكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. ولا ينفى الإيمان، لا ينفى الإيمان في ترك المستحبات، وإنما ينفى في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، له حلاوة. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في الحديث الآخر قال: ذاق طعم الإيمان. نعم. قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، تقدمت فيما جاء عن ابن عباس: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادات في الله. هذه الأعمال أعمال القلب الأربعة: الحب والبغض والموالاة والمعادات، هذه كلها في القلب، هذه كلها في القلب، وكلها من أعمال القلب، وكلها من الإيمان، ولا يجد أيضا طعم الإيمان إلا بها. نعم.
قال رحمه الله: السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، المقصود بالصحابي بن عباس، بن عباس رضي الله عنه، فهمه للواقع، واقع الناس، يقول ذلك في زمانه، فكيف بالأزمنة التي بعده. نعم. قال رحمه الله: الثامنة تفسير قوله: وتقطعت بهم الأسباب. تفسير وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب الوصل، الروابط، الوصل والروابط التي كانت بينهم، مهما كانت قوية فإنها تتقطع وتتحول إلى عداوات وبغضاء. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله في الآية والذين، لقوله في الآية يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد محبة مماثلة لمحبة الله. فهذا فيه أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن هذا الحب الشديد لله لا يقبله الله منه نهائيا، مهما كان قويا لا يقبله الله منه. لماذا؟ لأنه سوى غيره به فلا يقبله، تسوية تبطل العمل كله. نعم. قال رحمه الله: العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. نعم، أحب إليه من دينه، لقوله في تمام الآية: فتربصوا، هذا وعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومعنى تربصوا أي انتظروا عقوبة الله التي ستحل بكم لهذا الذي كان منكم أو وقع منكم. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فهو الشرك الأكبر الناقل من الملة، والدليل الآية التي ترجم بها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله في تمام السياق: وما هم بخارجين من النار. هذا دليل على أن هذا الحب شرك أكبر، ناقل من الملة، موجب لصاحبه أن يدخل النار وأن يخلد فيها أبد الآباد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله.
اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار. اللهم اختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار. اللهم اختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا في تفريط أو تقصير أو تضييع، وعاملنا يا ربنا بلطفك ورحمتك وفضلك. اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا رحمة من عندك يا حي يا قيوم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أعد علينا شهرنا هذا ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.